بفضل التوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد المفدى أيده الله ودعم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة، حققت مملكة البحرين حضورا لافتا وإنجازات عديدة في المحافل الرياضية القارية الدولية. بسواعد وكفاءات وطنية بحرينية في تنفيذ الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي تساهم في دفع مسيرة الحركة الشبابية والرياضية في مملكة البحرين، يواصل المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة ودعم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بدعم الحركة الشبابية في مملكة البحرين لتكون مملكة البحرين عاصمة الشباب والرياضة. هذه الجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لأبناء الوطن والخطط تمضي قدما على صعيد تنفيذ الخطط والبرامج المتنوعة التي تخدم القطاعين الشبابي والرياضي، والتي جاءت بفضل التوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد المفدى حفظه الله، وما تتمتع به الكوادر والكفاءات الوطنية من أجل الارتقاء بالمسيرة الشبابية والرياضية، لتؤكد للعالم أجمع أن استراتيجية المملكة سباقة في ريادتها نحو تحقيق الانتصارات. طبعا مثل ما سمعنا في الكلمة السامية كان التركيز على إدخال الذكاء الاصطناعي وإدخال الابتكار في العمل الحكومي. هذه طبعا نقطة يركز عليها شباب المملكة من فترة، ونشوف طبعا شبابنا الرواد في هذا المجال. للأشهر القادمة إن شاء الله من عن طريق وزارة شؤون الشباب الرياضة، عن طريق الحكومة الإلكترونية، وعن طريق الدوائر الأخرى منشوف تفعيل هذه النوع من الخدمات في الخدمات الحكومية. هذا ووفرت مملكة البحرين عبر استراتيجياتها المختلفة أحدث التقنيات لمواكبة هذه التوجهات العالمية والتطورات التكنولوجية في مجالات الرياضة، لتستمر المسيرة الرياضية والحركة الشبابية في مملكة البحرين في تطور، بدءا من تهيئتهم للانضمام إلى القوى العاملة البحرينية، وتواصلا في توفير البيئة المثالية التي تشكل الأرضية الخصبة للإبداع والبذل والعطاء في مختلف المجالات. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.